السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة معاني الأسماء. فيديو جديد بعنوان معنى اسم ريم وصفات من تحمل هذا الاسم. يا عيون الريم يا رمز الجمال، عيني ما شافت جمالك بالملا، حسنك الباهر أخذ وصف الغزال، جل رب أوهبك زينا وحلا. هذه هي ريم، وهذا وصفها الذي وصفه الكثير من الشعراء. واستخدم الكثيرون اسم ريم لبناتهم في مصر والوطن العربي، ومعنا سوف نتعرف أكثر على اسم ريم وصفات من تحمله. معنى اسم ريم: ريم اسم عالم مؤنث، وهو اسم عربي أصيل وقديم، يعني عيون الغزال الجميلة، وهو أيضا صغير الغزال، وهو الظبي شديد البياض الذي يتميز بجمال العيون والرشاقة. وريمة يعني أيضا السحاب الأبيض الممطر. وكان يكتب قديما ريئم، وكان يكتب قديما ريئم أي الشخص الحنون العطوف، ولكنه خفف ليصبح ريم ويأخذ هذه الصفة الرائعة. رأي الشريعة الإسلامية في اسم ريم: ريم من الأسماء التي يبيحها الدين الإسلامي، ولا توجد كراهة في أن تتسمى به البنت المسلمة، فهو لا يحمل أي إساءة للدين الإسلامي، كما أنه لا تخجل منه الفتاة عندما تكبر، حيث أن معناه جميل وجذاب ورائع، وهو يصلح للفتاة المسلمة والمسيحية على حد سواء. صفات من تحمل اسم ريم: ريم اسم يحمل الكثير من المعاني الجميلة، وتتمتع ريم بصفات كثيرة رائعة، فهي جميلة جدا، أخلاقها عالية، وتتميز بالهدوء والنعومة، رقيقة القلب والمشاعر، تتميز بجمال الروح وطيبتها الشديدة، إنسانة متسامحة، نقية السريرة، طاهرة النفس، محبوبة من الجميع، كما أنها تتمتع بذوق عال في الحديث وطهر ونقاء بيضاء. ريم تتميز بأنها شخصية مرحة تحب الضحك والهزار واللعب، فهي مهما كبرت تظل طفلة تشع بهجة وحيوية يحبها كل من يراها ويتودد إليها، فهي خفيفة الظل جذابة يحبها كل من يراها ويتمنى قربها وصداقتها، تفضل مصلحة الناس على مصلحتها، كما أنها لا تستطيع أن تؤذي أحد، ودائما تحاسب نفسها على الصغيرة قبل الكبيرة. ريم بنت رياضية نشيطة تحب ممارسة الألعاب الرياضية، فهي تحب الحياة ومملؤة بالحيوية والشباب. كل من تحمل اسم ريم فهي بنت تتمتع بالأنوثة، فهي تحب أن تكون جميلة وأنيقة وصاحبة طلة محببة، فهي تهتم بمظهرها وشكلها، فهي عاشقة للأزياء والموضة، ذكية ولها عقل راجح وفطنة، بشوشة الوجه، ذات ابتسامة ساحرة. إلى هنا نكون قد استعرضنا معنى اسم ريم وصفات من تحمله. ولمن ترغب في معرفة اسم معين، كل ما عليها أن تترك هذا الاسم في تعليق أسفل هذا الفيديو. نحن نسعد دوما بتعليقاتكم واستفساراتكم. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.